السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم فيديو جديد على قناة صوفيا شانيل اللي هي قناتي وقناتكم. مؤخرا كثر الإجرام في مواقع التواصل الاجتماعي، السب والشتم والقذف وكذلك حتى التهديد، لدرجة أن لطيفة أحرار حتى هي طاحت في نفس هذا الموقف. نخليكم مع لطيفة أحرار كتحكي لكم الموقف اللي طاحت فيه وتعرضت للتهديد بالقتل. نخليكم مع الفيديو، ولكن قبل خوتي خواتاتي ما تنسونيش من لايكاتكم اللي كتشجعني، تعاليقكم بخصوص الموضوع، واللي أول مرة كيشاهد القناة ما ينساش يتابعونا وفعل الجرس باش يتوصل دائما بجديدها. السلام عليكم، جيت ندير هاد لا فيديو باش نعاود لكم على واحد الحادثه وقعت لي الاسبوع اللي داز. كنا كنصوروا البرايم ديال نصف النهائي ديال ستاند اب، وتواصل معايا واحد السيد قال لي بان مجموعه ديال الناس كلفوه باش ينفذ واحد التهديد جسدي في حقي. كنت انا في لالوج كنوجد، بالطبع انا ما عاودتش هاد الشيء للفريق التقني ولا الفني اللي كنشاركوا اونصامبل الاشتغال، ولكن كانت حاضره معايا لا ستيليست. دونك داك النهار صورت، ولكن لغد ليه توجهت مباشره لولايه الامن بالرباط، توجهت وحطيت الشكايه ديالي. وكنشكر السي الحموشي، كنشكر السي تريسي، كنشكر نساء ورجال الامن اللي كانوا فريمون استباقيين وفي واحد الوقت وجيز وفي واحد الوقت يعني قصير جدا وقياسي تمكنوا من القبض على هذا السيد هذا. وفي الاخر يعني اكتشفنا بان هو داير هذا السيناريو كله هو باش يقوم بالابتزاز ديالي. انا درت هذا الفيديو اولا باش نخبركم بهذه الحادثه هذه، ولكن نتقاسم معكم جوج ديال الاشياء. الناس اللي كتخول لهم نفسهم انهم يقوموا سواء بالقذف ولا بالتشهير ولا بالابتزاز ولا بالترهيب ولا بالتخويف ديال الناس، سواء عبر التليفون ولا الواتساب ولا وسائل التواصل الاجتماعي، يعني يوقفوا على هذا الشيء، باسكو البلاد ما فيهاش سيبا، البلاد فيها القانون. والناس اللي تعرضوا لهذا الشيء يعني الابتزاز ولا الترهيب ولا التخويف، بغيت نقول لهم ما يخافوش وما يترددوش انهم يمشيوا ويتواصلوا مع جهاز الامن الوطني، مشكورين اللي كيقوموا بجميع المجهودات باش يحيدوا هذه الافه اللي ولينا كنعيشوها بزاف. وشكرا.